2002 في كوريا واليابان والفوز بكأس العالم للقارات في فرنسا في عام 2003. دول إنجازين كبيرين. هذا عرضية راسية جول جوه جول. التعادل 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 التعادل. قلت لكم مشاهدينا، قلت لكم متابعينا، دول اسياد العالم في كره القدم، دول سحره كره القدم على طول الكبير على السلساو البرازيلي، والعرضيه والركنيه والارتقاء الجميل والراسيه الحلوه، وعلى طول هدف التعادل. هدف التعادل بضربه راس جميله للقائد والكابيتانو النجم تياجو سيلفا. هذه العاده مره ثانيه، الله على العرضيه من النجم نيمار، والارتقاء الراسية القوية جدا من القائد والكابيتانو الكبير تياجو سيلفا عشان يسجل هدف التعادل في مرمى المنتخب البرازيلي، المنتخب البرتغالي. 1-1 1-1 البرتغال 1 على طول بقدم ميلس، والبرازيل 1 براسية ممتازة من النجم الكبير تياجو سيلفا. التعادل موجود والتلاحم موجود بين كبار العالم بكل تأكيد، البرازيل والبرتغال، وهدف التعادل في الدقيقة كم؟ في الدقيقة طبعا 24 من زمن الشوط.